İşlemedim günahlar, sözlerim dünya var, kederim de bir yarış. Görüyor mu belki de yanlıştı doğrularım, aşkın sevgin sorularım, yolları. مين؟ أنا نور. تعال اتفضل. محمد. نعم نور. أنا عايزة أقول لك على حاجة ضروري، بس ما تزعلش مني كده. لا قولي عادي. دلوقتي مفيش أكل في البيت ولا في لبن، ودلوقتي احنا علينا فلوس شهر كتير للدروس وإيجار، الدنيا بايظة خالص معانا، احنا نعمل ايه دلوقتي؟ طب انا مش بايدي خالص، يعني شفتي ان انا المدير اللي انا كنت شغاله عنده فصلني من الشغل. ربنا مش هيسامحه ابدا، لان احنا معانا اطفال هنربيهم زي ما احنا، انت مش لاقي شغلانه خالص. مش عارف، ربنا يسامحه. طب روح لمكتب الموافق. بقولك طردني. ما انا عارفه ان هو طردك. اروح له ازاي تاني؟ مش عارف، راح اشوف ماما بقى تقول لي اعمل ايه في فلوس الدرس. يا ماما. عليكم السلام. ماما انت عملتي ايه في فلوس الدرس؟ نسيت فلوس الدرس دي خالص. ماما كم فلوس الدرس؟ 300 ليه و 300 الملك، يبقى 600 جنيه يا بابا. نهار ازرق، 600 جنيه بابا ليه بتدفعوا البلكه قدام؟ انا بقالي 3 شهور وملاك بقالها 3 شهور ما دفعناش اي للدرس بتاع الميس، والميس قالت لي لو انت ما جبتوش ما اجيش الدرس تاني. طب خلاص روحوا الدرس وقولوا للميس ان انتوا تدفعوا الفلوس الحساب دي وكده. مين الميس؟ مش هترضي خالص يا بابا. احنا المره اللي فاتت قلت لها، والمره اللي قبلها قلت لها ما تجيش الدرس وجيب لي ماما او بابا معاك افهمه. انا مش عارفه من ايه، واكيد اكيد انه مش هروح. وانت مش عايزني اروح الدرس تاني؟ انا ما عنديش مانع واقعد اذاكر لوحدي في البيت عادي. ازاي يعني؟ مش هتبقى متعلق يعني ولا ايه؟ لا ما انا عارفه يا ماما انت عايز ايه، بس احنا دلوقتي احنا ظروفنا مش حلوه ومش معانا فلوس ندفع الدرس. انا هتصرف، انا ماشي. مش انا 100 مره اقول لك يا محمود طول ما ابوك هنا ما تتكلمش في موضوع الفلوس، انت عارف ان احنا حالتنا مش مرتاحه. والله يا ماما انا ممكن انزل عادي اشتغل يا ماما واجيب فلوس حق الدرس عشان ما يكون في الايجار. مش وقته، يلا ادخل زي الفل. حاضر يا ماما. يا رب افرجنا من عندك يا رب. ده بقى نروح للاستاذ حمدي، ممكن يرجعوا الشغل تاني. احنا دلوقتي ظروفنا مش حلوه، ودي البيت بتاع الاستاذ حمدي، لو هو طرد محمد من الشغل يعني هو كده هيطردنا بالبيت، واحنا ملناش مكان نقعد فيه تاني. انا هروح له خلاص، واللي يحصل يحصل، بس مش هقول لمحمد عشان محمد هيزعق لي. انا هقوم هروح له خلاص. محمود. نعم يا ماما. انا نازل الصبح الماركت، خلي بالك من ملاك وكريم وكرم. حاضر يا ماما. مش هتاخر، هي نص ساعة وخلاص وهاجي على طول. حاضر. اوعى تفتح للباب لحد يا محمود. يا ماما حاضر. انا معايا المفتاح، وهو معايا المفتاح ما تفتحش، لو حد خبط قول له ما تردش عليه، اعمل نفسك لان مش في البيت خالص. ماشي. خلي بالك بقى من اخواتك. يا ماما خلاص روحي بقى. انا ماشي يا حبيبي. بابا عايز حاجة؟ سلام. قالت يا احمد لو ماما عرفت ان انت سبقت شعرك هتعمل فيك ايه؟ مش هتعمل حاجة، اسكت. يعني مش هتعمل حاجة، ده ماما هتنفضك. ماشي يلا بس تعالى نلعب. نيران عايزين. انتي يا زفت اللي جوه. نعم يا مدام. وانا ماليش اسم يا ربي، ايه اللي جابلني في الشغلانه دي يا ربي؟ نعم يا مدام وفاء. تعالي يا زفت، الباب بيخبط ولا مش سامعين؟ طرشه تقريبا. مين؟ انا. مين حضرتك؟ الاستاذ حمدي هنا. ايوه موجود. اقول له مرات محمد اللي كان شغال عندك.
داخل تاني. استاذ حمدي في واحدة برا بيقولك هي مرات محمد اللي كان شغال عنده. دخليها. حاضر. تعالي اتفضل. تعال جوه. بس الحمد انا مرات محمد اللي كان شغال عندنا بيمسح العربيات هنا. عارف. لو سمحت انا نيالك بس انت ترجع محمد الشغل والله احنا مش لاقيين وظروفنا وحشة خالص بجد بجد والنبي اللي ترجعه الشغل والله لو عمل حاجة تانية انا اسفة والله على كل حاجة هو كان عاملها انا اسفة بجد. سعاد بو عارفة دي واحدة غلبانة ليه عاملاها كده. انا لو ما كنتش محتاجة الفلوس انا كان زماني بعدت عن المرموطة والقرف دي. اتفضل يا استاذ. خش. هو انت ليه بتعمل معنا كده عشان احنا غلابة؟ وسيرة اللي انت عملت معايا كده ربنا عارفة كل المال اللي انت بتتهنى بيه دي كله هيقع منك وفي الاخر انت هتبقى احنا هنكون اعلى منك وانت هتبقى اقل مننا بمية درجة. من اللعبة اخرج وشوف ماما بتعمل ايه. هي بتيقك اصلا ده هتهزقك روح ليه ملايك هيكون ملايك معاها برا حزب الله ونبي ماكل فيك انا مش مسامحاه حرام عليك الف شكر. اذا هي بتتخانق مع بابا كنت مين الحمد لله ملايك عم تبكي ليه مفيش حاجة حبيبي بابا قالك حاجة تضايقك لا مقاليش حاجة ملايك ملايك معاكي لا ملايك في البيت طب ممكن تسلميني عليها وتقولي لها ان هي وحشتني سلامك هيوصل يا حبيبي ان شاء الله دايما حسب الله ونعم الوكيل. طيب معمورة اللي برا دي بتعمل ايه؟ ماما كنت بسلم على طنط نور. دي مش طنط اول ما تشوفها اقول لها انت يا خدامه ولا انت يا ست ولا انت يا ماما عيب اخفى من وشي على اخر الزمن واحده تيجي وتقول لي حد نعم يا استاذ شيلي الفلوس دي وخدي عليكي حاضر روح طردهم من البيت ولا انت احنا مديهم لهم تطردهم وترموهم في الشارع زي ما هما جت واحده حيوانه تجي لك كده تهزقك في البيت ليه ما عندكش كرامه مثلا تصدقي وانت انت قاعده في بيتك بعد ما مراتك جت هزقتك في البيت واحده مش محترمه قلت الادب انا هروح هرن على اسمه ايه ده نبيل واقول له يخليهم يخلوا الشقه حتى مش هياخدوا العفش بابا يطرد ملاك من البيت مش عارفه ليه هو بيعاملهم وحش كده منه لله بابا منه لله مش مسامحه ابدا عشان هو عارف ان هو اللي بيأذيهم ملاك غلبانه ومامتها واخواتها بكره يلجعنا ويزيبه محمود نعم يا بابا تعالي سن بابا عايز ايه اشوف بابا عايز ايه يمكن محتاج ضروري بابا هي فين مامتك ماما راحت السوبر ماركت بس مش عارف هي لسه ما جاتش ليه ازاي رحت السوبر ماركت ما هي قالت لي انا في السوبر ماركت مش عارف وسابت اخواتها كده ميتين من العياط اصلا ما كانوا نايمين وقت ما نزلت ماشي طب شفت اختك بتعمل ايه هي كانت نايمة طب روح شوف حاضر يا بابا نعم يا محمود انت صاحية لا كنت نايمة بس في حاجة لا بابا انا اشوفك عشان ماما لسه ما جاتش من بره من بدري قوي لا ماشي انا نام شوية بس ماما تيجي تصحيني ماما نزلت عشان تجيب ماما نزلت عشان تجيب لنا اكل مش عارف هتلاقي ماما هتجيب لنا كوكو ماشي يلا روح نام ماشي وانا ملكي فيه سلام عليكم وعليكم السلام كنت فين كنت في السوبر ماركت
أمال فين يعني الحاجات اللي انت بتجيبيها من الصغير؟ وأصلا فين الفلوس اللي انت كنت بتجيبيها؟ وهو أنا رحت وملقتش أي حاجة هناك. مالك بتعيط ليه؟ لا مفيش حاجة دخلت في عيني. حاجة دخلت في عيني بتعيط كده؟ أنا رحت للأستاذ حمدي. وبتروحي له ليه؟ رحت له ترجعي يرجعك الشغل. وانا قلت لك تروحي، انا مش عايزه ارجع الشغل دي، ده بيذلنا هناك. معذره عشان نصرف يعني ارديت ولادك بيعيطوا عايزين ياكلوا، حتى ملك كل يوم تقولي ان هي مش بقتش عايزه تاكل الجبنه دي تاني. هي هو بقى في جبنه ولا من غير جبنه؟ بقاش في جبنه حتى في الثلاجه ناكلها. يعني انا من ايه طيب؟ يا بنتي بتروحي له ليه؟ رحت له، شايف ان احنا حتى ايجار البيت اللي هو مديهولنا بجد بجد انا مبقتش عارفه اعمل ايه. وريتي لا ما الفلوس فوش وانا سبتها له وبنت. ايش اما شوف مين بابا هنا يا عسل؟ ايوه انا اقوله مين؟ قوله نبيل. نبيل بابا في واحد اسمه نبيل بابا عايز. طب خش جوه وانا هخرج. ماشي. اهلا اتفضل يا نبيل. ازيك حسيني عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. رب العالمين. انا جاي لك في حاجه بس ما تزعلش. في حاجه؟ الاستاذ حمدي هو رن عليا وقال لي ان انا اروح لك، قلت له ما ينفعش ان انا اروح، قعد يزعقلي وانا اضطريت ان انا اجي. ليه هو في حاجه؟ الاستاذ حمدي قال لي ان انت تسيب البيت. ايه؟ قال لي خليه، هو قال لي ان انت تسيب البيت متاخدوش اي عفش فيه. ماشي. انا اسف. انا عندي انا اسف اسف. طب انا هقول لهم ايه دلوقتي؟ محمد ما مشي ولا ايه؟ محمد مش حمدي بعد ان احنا نسيب الشقة في الحر ابيض هنقعد في مش عارف. يا نهار اسود قليل اللي معانا دول. سايبة البيت وماشية، دي بيتنا بس الشقة بتاعته. مش يلا ده عفشنا فيا. انتوا حاسين ان ده عفشنا يعني؟ يلا يا محمد. انا مش خارجة من البيت. لا مش خارجة. يلا يا بنتي بقى عشان ما يجيش ممكن دي يكون بيضحك علينا. انا رحت له وهو ما قاليش حاجه. اكيد لما انت رحتي قال كده، وطبعا اللي جه ده دراعه اليمين فاكيد مش هيحور. يا نهار اسود يا امي. طب هنقعد فين؟ طب هنقعد ارض الله واسعه. يلا ما احنا مش هنسيب البيت يا ماما. ما هو لازم نسيبه صاحب البيت قبل ما نمشي. بس انا يا ماما مش عايزه اسيب اوضتي يا ماما الحلوه. ان شاء الله نشوف اوضتي ماما. واحنا ليه فقراء؟ مش مين احنا ليه مش اغنياء زي بقيه الناس؟ ما هو يلا يلا عشان نمشي. بينا عليه شكل حلو. طب دلوقتي مين هيأجرهولي؟ انا همشي اسأل الناس وانتوا اقعدوا.
قلت له ليه النهارده انا خلي بالك من يوم على ما راح وشاف حد صاحب البيت ده. ماشي يا بابا أيوة من البيت ده. أيوة من الإيجار ده بقى احنا ينفع نأجره بس ما ينفعش فلوس النهاردة. عايز يا ابني أي وقت أنت عايزه وأنا بيتي هنا في أول الشارع. ماشي يا بابا شكرا. ماشي يا بابا افتح بابا. بس انا عايز اقول لك حاجه هو مش كبير هو صغير على قد خالص. ماشي عادي. هو ده كان بيتي زمان بس انا دلوقتي مش محتاجه خالص. شكرا. العفو. يلا ندخل. الحمد لله ان احنا لقينا بيت احسن ما كنا هننام في الشارع. بس الصالون حلو صح؟ انا ادخل ابص اشوف البيت هذا. الحمد لله. وفي مشكلة بس بسيطة. مفيش تخت كريم كرة. هنتصرف خلاص. ماشي. مام طب انا هدخل انام. ماشي. اختار السرير انت عايزاه. طبعا احمد وحشني وانا عايزه اشوفه بس مش هينفع اشوفه ازاي. يا رب يمنعني بيه يا رب واشوفه فين. انا هنام بقى دلوقتي عشان خاطر ماما.